بيان من كريستيانو رونالدو يهز العالم بعد طرده من النصر بسبب إهانة شعار الهلال. كم عدد المباريات التي لعبها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. بيان من كريستيانو رونالدو يهز العالم بعد طرده من النصر بسبب إهانة شعار الهلال. أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اتفاق مسؤولي شركة نادي النصر السعودية مع مدير رياضي برتغالي تولي المنصب في النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة. طبقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن تم اختيار مدير رياضي برتغالي بدعم من مواطني لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم والأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الأصفر. وأكمل التقرير السعودي طبقا للمصادر ذاتها، ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي من قبل النادي العاصمي في الأيام المقبلة. واختتم: سيتم منح المدير الرياضي الجديد جميع صلاحيات التعاقد واختيار اللاعبين الصيف المقبل بالتشاور مع مدرب الفريق وقتها. يذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق النصر السعودي لتخطي نظيره الفيحاء بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأميرة فيصل بن فهد ضمن منافسة ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024. كم عدد المباريات التي لعبها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟ حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال رقما مبهرا بعد هدفه في مباراة الفيحاء والنصر بثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-0 على مضيفه الفيحاء بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة. وسجل رونالدو للمرة الأولى في مرمى الفيحاء بعدما فشل في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين، وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل. وبعد هدفه في مرمى الفيحاء يصبح رونالدو مسجلا هدفا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024، ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عاما متواليا. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند وهاري كين وكيليان مبابي. حقق النصر فوزا بفضل هدف كريستيانو رونالدو على الفيحاء بنتيجة 1-0 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا. وتعد تلك المواجهة 15 السعودية الخاصة في دوري أبطال آسيا من بينها 3 سابقة للنصر، فاز في 2 وخسر 1. وسجل رونالدو أول أهدافه في 2024 ليواصل التسجيل للعام 22 ميلاديا على المستوى الاحترافي. التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية لابورت بعد ركلة حرة نفذها بروزوفيتش مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 33 مرت رأسية أوتافيو بجوار القائم الأيمن. وسدد رونالدو كرة قوية أبعدها الحارس بنجاح في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. وفي الشوط الثاني زاد ضغط النصر من أجل التقدم في النتيجة، فسدد تاليسكا كرة قوية تصدى لها الدفاع في الدقيقة 52، وبعد 3 دقائق مرت رأسية لابورت بجوار القائم في الدقيقة 58، وشارك عبد الحميد صبيري بدلا من ركان الكعبي ضمن تغييرات الفيحاء، وتصدى الحارس لرأسية رونالدو في الدقيقة 63، وسدد القائد البرتغالي رأسية أخرى كرة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 81 وبعد تمريرة ثنائية بين رونالدو وبروزوفيتش انفرد البرتغالي وسجل في الشباك قائدا النصر للفوز ذهابا قبل الحسم إيابا. رونالدو: سأكمل مستواي الشخصي هذا الموسم والعمل الجماعي سر تفوق النصر. كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أهمية تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا، وانتصر فريق النصر على الفيحاء بهدف دون رد أحرزه كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي أقيمت ضمن مباريات ذهاب دور 16 لبطولة دوري الأبطال. وقال رونالدو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: الانتصارات تعود بنا ومستواي الشخصي سوف أكمله في هذا الموسم وسنصل لهدفنا الذي نريده. وأضاف أيضا: السر بالفريق هو العمل الجماعي وفريقنا سيتخذ المسار الذي يريده المدرب ونعود للمستوى الذي كنا عليه قبل التوقف. القدر كافئ رونالدو في مباراة الفيحاء التي يحتفل خلالها بأنها المباراة رقم 1000 في تاريخه ليواصل كتابة التاريخ الشخصي. ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيحاء مساء يوم الأربعاء القادم في مباراة الإياب والتي يستضيفها استاد الأول برك. مطالب بطرد رونالدو من السعودية بعد تصرفه في مباراة الهلال.
سقط الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي في أزمة جماهيرية جديدة داخل المملكة العربية السعودية بعد تورطه في واقعة غير أخلاقية أمام جماهير الهلال الغريم التقليدي. وتورط رونالدو في أزمة كبيرة بعدما قرر الرد على استفزازات الجماهير الهلال على هامش مواجهة نهائي كأس موسم الرياض والتي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا. ورصدت الكاميرا العديد من التصرفات المسيئة لرونالدو خلال أحداث المباراة، ولعل أبرزها طلب استبدال حكمة المباراة بالإضافة إلى الرد على جماهير الهلال التي ظلت تهتف باسم ميسي لاستفزازه. بل خرج الأمر عن السيطرة بعدما أهان رونالدو شعار نادي الهلال بطريقة غير أخلاقية، ووصفت الجماهير السعودية بشكل عام وجماهير الهلال بشكل خاص سلوك رونالدو بالمشين وسيء السلوك ردا على واقعة الوشاح المثير للجدل. مسلسل أزمات رونالدو في السعودية أصبح عرض مستمر ومتكرر، فالأسطورة البرتغالي لم يتعلم من أخطاء الماضي بعد واقعة مشابهة أمام الهلال في موسم 2022-2023 خلال أحدى مباريات الدوري السعودي. ولا نعلم هل كريستيانو رونالدو تناسى تماما بأن هذه الوقائع سوف تسجل في تاريخه ومسيرته الرياضية، فقد تصبح هذه التصرفات نقطة سوداء في تاريخه الكبير المدجج بالبطولات والإنجازات والأرقام الفردية. دعوات بطرد كريستيانو رونالدو من السعودية. أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر غضب جماهير الهلال في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بكأس موسم الرياض، ونجح الهلال في الفوز على النصر بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا ليتوج الزعيم بكأس موسم الرياض في موسمه الرابع. وافتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 16 من عمر المباراة، وأضاف سالم الدسري لهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. تصرف غير لائق من رونالدو. قامت جماهير الهلال باستفزاز رونالدو طوال اللقاء والهجوم ضده وذكر اسم خصمه ميسي، ليرد البرتغالي بإهانة شعار الفريق بتصرف غير لائق. على الرغم من تصرف رونالدو، ولكنه قام بمنح أحد مشجعي الهلال الصغار الميدالية الخاصة به. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل سيرحل كريستيانو رونالدو من الدوري السعودي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.